يا دريا ميا 80 بركة عليك. بالنسبة لهذا الارتفاع، ارتفاع اللي هو مهول بالنسبة للمواطن، لأن شوية القدرة الشرائية ولات ضعيفة بالنسبة للناس، خاصة أن خاصة نمشيو حنا للقمح. القمح اللي هي مادة أساسية وحيوية، والإنسان تقريبا كيستهلكها يوميا، كل نهار الإنسان تياكل ضروري، غادي ياكل الخبز ضروري، غادي كاين الدعم من ناحية هذا الفورس وهذا، باقي الثمن ديالو هو هذاك بالنسبة للقمح. بالنسبة للقمح، القمح شوية غالي. بالنسبة للقمح، بالنسبة عنده تأثير ديال الجفاف، وعنده تأثير أن الأزمة كاينة عالمية. بالنسبة للقمح دابا كيتقام شوية غالي بالنسبة للناس اللي كيجيبوه من برا، ولكن هذا أثر على القمح ديال البلاد. واش نقدروا نقولوا غير الجفاف اللي أثر ولا حتى الجائحة؟ لا، هي كاينة الجائحة بالدرجة الأولى، من بعد كاين الجفاف بالدرجه الاساسيه بالنسبه للمغرب، لان المغرب عام واحد تقريبا ديال الجفاف غادي اثر عليه بزاف بزاف بزاف. انا التاثير ديال الجفاف دابا كاين التاثير. كثير من المواطنين كيتشكوا يعني من ارتفاع الصاروخي لماده القمح، بشحال كانت وبشحال ولات؟ القمح بالنسبه للقمح ديال البلاد تقريبا كانت 3 دراهم 3 دراهم و50 4 دراهم كاع السلعه مزيانه، دابا ولات تقريبا القمح هذه 5 دراهم. بالنسبة للقمح المزيان الكيلو، بالنسبة للقمح المزيان 6 دراهم. العبرة تقريبا ولات كتقام 100 120 130 درهم، عوض كانت ب 80 70، ولات 130 120 130 درهم، حاجة مزيانة 110 120 درهم. بالنسبة للمواطن مضروب في كل شيء. دابا الشعير تقريبا، الشعير ديال الشعير البلدي دابا وصل ل 5 دراهم. دابا التأثير دابا 5 دراهم، من بعد فين غادي يوصل؟ لا، غادي كيرتفع، لان دابا الشعير البلدي هو دابا الجفاف ما كاينش. التاثير ديالو ان الشعير ما غاديش يكون مادام ما كايناش الشتاء، الشعير ما كاين شيء. الانسان دابا خصو يفكر العام المقبل، بان التاثير غادي يدور على من هذا العام حتى العام الجاي ان شاء الله. كاين تاثير كبير بزاف 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 بزاف. بالنسبه لنتوما والفلاحه، كيفاش يعني كيديروا؟ شنو هما الطريقه باش كيخرجوا من هذا الضائق؟ بالنسبه للفلاح، الفلاح ما عنده باش يخرج، كيتسنى الشتاء، ما صبر شيء كيبقى بارك. خاصه الناس اللي عندهم ديون، كاين بعض الناس اللي كياخذوا الزريعه غير كريدي عند الناس العام الجاي. دابا كيولي واحد الوحله بين جوج الناس، ان الانسان مكريدي الاخر اللي مكريدي، وحال كل شيء وحل. هذه هي الأولى. دابا بالنسبة للقمح، بالنسبة للدولة كاين قمح كيجي من برا، لو أن كاين واحد شوية ديال الدعم من ناحية الدولة، الناس اللي كتجيب السلعة من برا، كاين الشركات كيجيبوا القمح من كندا وكيجي من أوكرانيا. يعني كتقصد بالدعم يعني التخفيض في الضرائب؟ تخفيض من ناحية الضرائب أو دعم مباشر بالنسبة للدولة، أنها تعطي واحد 2 دراهم ولا 1.5 دراهم، هذا غادي يكون واحد الانخفاض. بالنسبه للقمح ديال برا كيكون انخفاض تابعو انخفاض ديال القمح ديال البلاد. بالنسبه للقمح راه عنده علاقه دابا بجميع المستخلصات ديال هذا، ديال المعجنات، ديال الشعريه، ديال لي بات، ديال المحمصه، ديال كل شيء كيتصنع منه. بالنسبه لهذا كلهم عرفوا واحد الارتفاع اللي هو كبير تقريبا، كاين بعض المواد اللي تضوبلات في الثمن، كانت بواحد الثمن ولا تقريبا قربت الدوبل. بالنسبه لواحد الماركه ديال القمح فينو كيقولوا لي هذا، عاود لي انا واحد السيد قال لي ودي راه تقريبا من 125 درهم ولا 250 درهم 100%. كاين تاثير دابا، كاين تاثير ديال اللوبيا، العدس ديال البلاد هو ما كاينش دابا، كاين العدس ديال كندا. حنا مقبلين على شهر شعبان، غادي يكون رمضان ان شاء الله، وكاين اللي قبال على العدس الحمص، كيكون ثاني الارتفاع. بالنسبه للحمص دابا تقريبا تزادت فيه، دابا حاليا تقريبا واحد 5 دراهم في ظرف اسبوع، 10 دراهم في الكيلو،
5 دراهم دابا وقابله للزياده وغادا كتزاد مازال. هذا الارتفاع شكون اللي مسؤول عليه، الارتفاع والانخفاض في الاسعار؟ بالنسبه للارتفاع دابا القمح نقدروا نكونوا عنده علاقه بالدوله، لان كان شي دعم غادي يكون ارتفاع. بالنسبه لهذا الشيء عنده علاقه بالجفاف، بالنسبه للحمص وهذا الناس دابا كتبان الحمص ما كاين شيء. نتمنوا من عند الله يرحمنا الله في هذا الاسبوع ولا هذا الله يرحمنا الله غيتزرع الحمص، لان وقت الحمص باقى الزريعه ديالو كتزرع دابا. الحمص كاين تزرع شويه اللوبيا، تزرع شويه الذره ديال الماكله، بزاف د الحوايج غيتزرعوا. نتمنوا من عند الله. هذا الشيء اللي نقولوا بالنسبه للارتفاع ديال هذا كيف الجفاف دابا. الناس كاين تخزين، عمليه تخزين، عمليه هذا، بزاف د الحوايج اللي كتوقع. ولكن الناس دابا كنشوف ان العدس ديال البلاد ما بقاش، العام الجاي ما غاديش يكون الحمص حتى هو، لا ما كانش خصو يخلي الحمص للعام الجاي. بالنسبه للقمح عنده علاقه، نطلبوا الله يرحمنا على العموم، نطلبوا الله يرحمنا. هذا الشيء اللي نقولوا، ما عندنا ما نقولوا. نتمناوا من الدوله ان دير واحد الالتفاته بالنسبه للمواد اللي عندها شويه علاقه، كاين ارتفاع في بعض المواد من ناحيه الجمارك، الديوان يقدر يكون تخفيض او اعفاء كما معفي العدس ديال كندا، وشويه الدعم بالنسبه للقمح باش الناس شويه القدره الشرائيه، راه الناس ولاو الله يحسن العون ولاو محاكين شويه. بالنسبه لكم انتم البيع والشراء شويه مأزم ولا؟ بطبيعه الحال، لان احنا عندنا هو البيع والشراء عامه، ماشي غير بالنسبه لنا احنا، عامه البيع والشراء عنده علاقه مع الشتاء، لان ملي كتكون الشتاء كيكون كل شيء ناشط. الفلاحه لان الدوره الحركه كتبدا من عند الناس اللي في الباديه. كيدور الحركه من تما، الناس كتولي كتقدى، الحركه دايره، الناس ناشطين، كاين الربيع نايض، الماشيه كتاكل ما كتتقامش بزاف. دابا الماشيه الناس ديال الماشيه مساكن كيعانوا، كيعانوا بزاف، كاين قله الماء والربيع ما كاينش شاي، عندهم مشكله من ناحيه العلف، من ناحيه كلشي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.